الأهلي يهزم سموحة 2-0 ويواصل انتصاراته وصدارته للدوري منفردا. كابتن شريف ألف مبروك. مبروك مبروك كابتن أيمن، 3 نقاط، مبروك الاحتفاظ بالمقدمة، وناقص ماتشين ويبقى بنبعد خالص عن حكاية الاحتفاظ بالبطولة السنة دي، وبإذن الله إن شاء الله نحسمها بدري بإذن الله. الحمد لله. وبعدين رمضان ده آخر مباراة خلاص في رمضان بالزبط. الحمد لله، وأعتقد إن اللعب بدون صيام أو الحالة الطبيعية لما بترجع للعيبة أعتقد هيبقى في شكل تاني، بداية من مباراة الرجاء بإذن الله. بإذن الله ربنا. شوط تاني حاولنا الاحتفاظ بالكورة كتير جدا، حاولنا إن احنا على رأي بلال نعمل فريزن للجيم، ولكن في مطلب أقوى كان إن هو لازم تعزز الهدف عشان أي حاجة ممكن تحصل. شفنا كم كونتر اتاك كده، كونتر اتاك بيتسبب فيه النادي الاهلي برضو، مش اي حد تاني، من الميز باص اللي بيحصل او الهجوم اللي من غير حسابات او تمركز، مش هيقدر مروان عطيه يشيل نص الملعب ده، ونرجو ان الحاجات دي كلها تدرس في المباراه اللي جايه باذن الله. الرجاء غير، الرجاء هيجي هنا عندك في مصر، طمعانه انه يرجع بنتيجه ايجابيه على اساس انه يحقق نتيجه ايجابيه بالنسبه له هو في ملعبه. لكن هذه المباريات زي ما الكباتن دايما بيقولوا اهم ما فيها 3 نقاط، ليس بقى الكلام على الاداء او التغييرات او اللعيبه اللي بتنزل مش عندها مساحه انها تقدر تفرد فردياتها وتفرد تغيير في الاداء او تغيير في التحكم في زمام المباراه. دي مباراه اصبحت بعد الهدف والسحبه بتاعه كهربا اللي هو بيملكها وبيحرز الهدف الثاني، اعتقد هي دي الحاجه اللي عملها في المباراة النهاردة. ده أنا عايز أوصل لك، لأن رأس الحربة مش مطلوب منه غير كده، مطلوب منه أنه في لحظة يغير لك النتيجة، في لحظة يستثمر أي كرة بتجيله، وإن كان كهربا استثمر الأصعب، ما استثمرش في أول شوط الأسهل يعني. صحيح. مبروك لشريف النهاردة الهدف اللي جابه الأولاني، الحقيقة ما اتكلمناش عنه في بين الشوطين، بين الشوطين، وقلنا إن شاء الله نديله حقه فيه بعد المباراة. في لعيبه عندك ستاندر زي عبد المنعم ومروان عطيه ومحمد هاني، ولعيبه بتحاول يبقى لها وجود، وانا بالنسبه لي ده اداء رمضاني، يعني من اول ما لعبنا في رمضان انا مش شايف ان اللعيبه هتقدر تطلع اكتر من اللي انت بتشوفه ده. فالف مبروك ال3 نقاط. ما حدث في اخر المباراه هو ده اللي ما كنتش احب انا اشوفه، ولا احنا بصراحه. انت قبلها بثانيه او قبلها ب3 دقائق قلت لي يعني لو هيغير يغير، قلت له يغير الشناوي ينزل على يلوتي، وكان السماء بتلاقينك تقول ايه يعني. لكن ما شاء الله وبركة، ما شاء الله بركه. لكن الضغوط على الاجهزه الفنيه واللعيبه اللي قاعده بره والسكواد اللي هو نفسه يبقى موجود عنده بالنسبه للمباراه اللي جايه، وخاصه مباراه الرجاء، عنده ترتيبات تانية، عنده كل الجاهزية. وإن كنت بقولك إن كل اللي بيحصل ده في صالح أيمن أشرف، أيمن أشرف كان لازم يبقى من أحد الناس اللي هي كانت موجودة النهاردة، كويس؟ إنما في أسباب كتير أو بتحصل في الكرة، وأنا بقول لأيمن ما تزهقش وما تقلقش وخليك دايما تحت الطلب، أنت لعيب كويس وكنت لعيب منتخب وكل حاجة، وإحنا من هنا بنعضدك وبنقف جنبك، و هتيجي، مفيش لعيب في السكواد بتاع الاهلي كله مش هتجيله فرصه، انما احنا ما نعرفش ايه اللي بين السطور او الحاجات الفنيه اللي بينها وبين الجهاز الفني يعني، وده حق ايمن اشرف لينا ان احنا نحاول نقف جنبه في هذه الفتره يعني، ونتمنى انه يكون موجود معانا باذن الله في الفتره اللي جايه، لعيب كويس وان شاء الله يكون له دور كبير يعني. اللعيبه كلها اللي بتاخد حاجات صغيره او مساحات صغيره، هو ده النادي الاهلي، هو ده اللي هيقدر يدي، هو ده اللي انت محتاجه في نهايه الموسم، وده اللي محتاجه تنهي بيه البطوله الافريقيه باذن الله، وتنهي بيه الدوري العام وماتش السوبر اللي جاي باذن الله. باذن الله مبروك ان شاء الله، وعقبال اللي جاي باذن الله اداء ونتيجه باذن الله. باذن الله رب العالمين. كابتن علاء الف مبروك، 3 نقاط مستحقه وفوز غالي. 3 نقاط مهمين جدا، خطوه كبيره قوي على الاحتفاظ ب او رجوع بقى ان شاء الله درع الدوري باذن الله رب النادي الاهلي تاني، هو ده العنوان. وعنوان بقى تاني
دي مباراه قال عليها تكسب ولا تلعب. لان النهارده لو هتكلم على الكوره، لا مفيش كوره، لكن انت كسبتها وده الاهم. هو ده يعني ايه ده عنوان كده عشان نخلص المباراه النهارده، انك النهارده تكسب. انت كان مهم النهارده 3 نقاط بغض النظر على مين المنافس، اللي انت بتفكر في ايه الفتره القادمه، عندك المباراه القادمه الرجاء، فانت كنت تحب تبقى توصل الرجاء بمكسب، يجي ازاي ايمن مش فارق معايا، لكن مكسب ب3 نقاط يعني خلاك ايه، شلت من دماغك بطوله مهمه جدا بالنسبه لك، فانت الحمد لله قطعت شوط كبير جدا 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 فيها، فتروح سايبها على جنب الحمد لله 3 نقاط وتبدا تفكر في الاهم. الاهم مباراه الرجاء، لان الكلام على المباراه دي فنيا فيها كتير، ما مش شايف فيها فنيات خالص يعني بجد، بعيده كل بعد عن الفنيات، لكن الحمد لله كسبتها. ما حصلش عليك اللي حصل في فاركو كنا ليه انا شويه الشوط الثاني كلنا في الاستوديو هنا، كان بس بلال ما كانش موجود، انك بدايه الشوط الثاني كنت في كام كره خطر لولا تالق الشناوي اللي النهارده عليه لوم كبير جدا، ولما يجي له هتكلم على الموضوع اللي عمله، كنا هنخش في مشكله مع ماتش فاركو. النهارده لا، النهارده لعبت. لا احنا هنتكلم هنتكلم طبعا هتكلم. انا عن نفسي كمان خلي بالك في وقت بعد كده هنتكلم فيه الماتش الرجاء، ف لا في ايجابيات وفي سلبيات. انا عامه ما بسيبش حاجه زي كده بالظبط يعني. موضوع محمد عم منعم ما اتكلمت عليه اتكلمت عليه، لا ما ينفعش، انت لسه بدري قوي على الـ على الـ على الـ مش بدري، والموضوع ده ما بيحصلش خالص. مفيش حد في النادي الاهلي مهما كبير او صغير ولا كابتن النادي ولا كباتن النادي الاهلي عمره حد بيفكر في الموضوع ده. بتكلم محمد عم منعم كمان، ما انت ده انت بتلعب في النادي الاهلي، ما بتلعبش في ساحه شعبيه، ما بتلعبش في نادي ولا في مركز شباب، ده انت في النادي الاهلي لقواعد ولاصول وليه حاجات في كده خطوطه عريضه استحاله تطلع منها، مش ممكن مهما وصلت. انت لسه يعني انت لسه ما عملتش حاجه في الكوره، ده محمد عبد المنعم على فكره عشان بس ما جاتش فرصه اتكلم عليه، انت لسه قالب بيه كوره، مهما بقى لعبت منتخب وانت لعيب كويس، انا لعيب كويس على عيني وعلى راسي، بس لعيب كويس جوه الملعب لازم تحافظ على تتحكم في اعصابك، لان كده في مباراه زي كده كنت ممكن لو اتطردت بدري المباراه تقلب في ثانيه، ايوه مش هفرح بيك انا ان انت لعيب كويس لكن بتضرني، لكن هي غلطه بس اتمنى محمد ان شاء الله ما تتكررش، استفاد من اخطائك مهما كنت مضغوط مهما كنت عصبي، في حاجات ممنوع تيجي جنبها، انك انت في النادي الاهلي انا ماليش دعوه اي نادي ثاني يقبل بيها، النادي الاهلي الحاجات دي استحاله تحصل، لكن هي خبره ليك، خبره ليك ان لسه مشوار كبير جدا 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 قدامك، ربنا يكرمك هتبقى احسن حاله، لكن خد بالك من التحكم في اعصابك، وده المهم انك تلعب في مكان كمان حساس جدا. فدي محمد عبد المنعم خطا بقى كبير النهارده ان جيب كابتن الفرقه، يعني خطا محمد عبد المنعم لعيب لسه ناشئ وبقاله سنتين ولا حاجه، وطبعا لعيب مبشر جدا، لكن لما يجي من كابتن فرقه ومن عناصر اساسيه في مصر واحسن حارس مرمى في مصر يمكن افريقيا كلها، وراجل ما شاء الله يعني قيمته كبيره جدا في النادي الاهلي ومنتخب مصر وخبرات طويله قوي، لما اوصل لحاجه زي كده يا شناوي لا ما ينفعش اعمل كده منك انت المفروض تبقى لازم تتحكم نفسك اول، لانك انت خد الوقت، انت مش بتعلم يعني. محمد عبد المنعم بلومه لسه صغير، طريقه قدامه كبير فبيتعلم، انما الشناوي كابتن فريقك لا، كابتن فريق الناس كلها بتبص يعني، هو قدوه في كل حاجه، احنا متعودين على كده ايمن. صحيح. لما طلعنا لعبنا في النادي ده ما كانش فيه كابتن واحد، كباتن كبيره جدا، كابتن شريفي كان سبقني، لكن كل واحد فيهم لعيب كبير، مش لازم يكون الكابتن هو قدوه لوحده، انت بتبص على واحد قدوه قدامه في كل حاجه يعني. كابتن فرقتنا لما طلعت انا كابتن مصطفى يونس، انت بتتكلم في ايه؟ قيمه وقامه كبيره جدا بتتعلم منه كل حاجه، تخيل بقى ما كابتن خطيب، مصطفى عبده، كابتن اكرامي، كابتن ثابت الله يرحمه، اسامي كلها تخض يا ايمن، فانت بتتعلم منهم كل الايجابيات اللي هم اتعلموها، لان هي اصلها يعني توارث جيل بيسلم جيل على طول. صحيح. فما ينفعش يا شناوي النهارده الخطا بتاعك النهارده حسابه هيبقى قوي جدا، واكيد سامي مش هيعدل الموضوع ده، كابتن الفريق حسابه بيبقى غير خالص كل اللعيبه. وبعدين ما ينفعش يا شناوي، نفرض النهارده الموضوع ده حصل مثلا في نص الشوط الثاني، انت بتخسرني تغييره ومهمه جدا مع فريق مش عامل لك خطوره بس ممكن يرجع الماتش، تخيل ايمن الموضوع ده حصل مش ماتش سموحه، مباراه مهمه جدا ومصيريه وفريق قوي وهتتاذي لو بتلعب ناقص واحد، فلازم مهما وبعدين
هو عارف هو السؤال ايه يا ايمن؟ احنا كسبانين 2-0، المباراه ما فيهاش اي ضغط عليك خالص، ف تصرف ملوش مبرر، ملوش مبرر تماما. لو اللعيب حتى ضايقك او زقك او 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 ما مش ناوي، انت ياما تعرضت لمواقف اوسخ من كده كتير، اسأل من كده كتير كمان، فلازم لا غلطه كبيره قوي يا شناوي، زي ما انا بتكلم عليك كويس وانت من الناس اللي انا فعلا بشيد بيها وبحبها جدا، لا النهارده خطا كبير يا شناوي، لازم تقعد مع نفسك، لازم تعتذر اولا لجماهير النادي الاهلي كلها، تعتذر للعيبه كلها، ويسيب حته العقاب دي للاداره نفسها، لكن لازم اعتذار، واعتذار واجب جدا. صحيح. ده مش اقل خبطك كحارس مرمى، لكن الحاجات دي كلها لازم نخلص منها، عشان انا مش عايز ايمن، انا مش عشان حاجه، مش عشان مباراه النهارده. انا مش عايز تحصل شوشره قبل ماتش الرجاء، ده اللي انا بتكلم فيه. لان صحيح. في ناس كتير قوي النهارده تاخد حدث النهارده اللي حصل ده وهتعمل منه فيلم هندي ما بيخلصش. لا. لازم نخلص منه النهارده بعد المباراه على طول، في صحيح. اي في المؤتمر، في اي لازم يطلع يعتذر جماهير النادي الاهلي، بيعتذر مجلس ادارته، بيعترض اعتذار خاص لعيبه النادي الاهلي ومجلس ادارته، ويسيب التصرف الاداري لسيد عبد الحفيظ شكرا. وخلاص على كده الموضوع. صحيح. مش عايزينه يكبر، لانك انت داخل على الرجاء، عايزين هدوء. بالزبط. ومبروك، ثلاث نقاط مهمين جدا جدا جدا، الحمد لله. نروح لزميلنا محمد توفيق من ملعب المباراه ولقاء مع كابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. من جديد بتواصل معاك كابتن ايمن، الف مبروك لحضرتك، ضيوف الكرام، جمهور النادي الاهلي في كل مكان. من جديد تتواصل الانتصارات وفوز النادي الاهلي على سموحه 2-0 استاد برج العرب بالاسكندريه، الوصول للنقطه 53. معنا عقد انطار مدرب عامل الفريق كابتن سامي، الف مبروك الفوز، فوز مهم جدا، الحفاظ على الصداره، تاكيد صدارتنا خاصه في ظل ظروف صعبه من تلاحم مباريات، وعندك لعيبه مصابه وعندك لعيبه كمان على السريح. طبعا مبروك لجمهور النادي الاهلي، مباراه زي ما انت قلت مباراه مهمه بالنسبه لنا، وثلاث نقاط تقربنا على تبعدنا عن اقرب منافسنا يعني، فاعتقد الحمد لله اجابات كثيره النهارده، سواء على المستوى الفني بقى وعوده كهربا واستمرار كهربا للتهديف، ومحمد شريف للمباراه الثانيه على التوالي برضه بيسجل، فاعتقد الحمد لله دي من الحاجات الايجابيه يعني. كابتن سامي، يعني تعاملتوا مع المباراه ازاي؟ طبعا احنا شفنا في الملعب، ولكن كان تفكيركم ازاي قبل المباراه، خاصه ان 48 ساعه ما بين مباراه فاركو ومباراه سموحه، وزي ما قلنا في اصابات كتير، وكمان اثرتوا انكم النهارده يعني تريح حسين الشحات، علي معلول، يعني كان فلسفتكم ايه النهارده في اختيار التشكيل وتريح واراحه العناصر المهمه او المميزه في الفريق اللي تم يعني زي ما بنقول اجهادها الفتره اللي فاتت؟ هو الاول كان تفكيرنا طبعا في السادس نقاط، وده الاهم بالنسبه لنا يعني، لكن زي ما انت قلت في لعيبه الراجل فضل يريحها يعني، لان لعبه كثافه مباريات كبيره جدا زي علي حسين، برضو كان حاسس بشك كده، فالراجل فضل اللي هو يريحه يعني، وحمدي كان عنده موقوف، كان برضو نفس القصه بالنسبه لنا، فاعتقد الحمد لله برضو الراجل بيتكلم ودايما بيقول في المؤتمرات، بيقول لو عنده ثقه كبيره في كل اللعيبه اللي موجوده، لعيبه مارون كويس بتادي كويس النهارده، خالد بيادي في باك ليفت اداء مميز لحد ما طلع، ديانج النهارده بيادي اداء مميز، اللعيبه اللي نزلت سواء طاهر او رأفت او الكندوسي او الناس اللي لعبت كلها وشاركت، اعتقد ادت اداء مميز يعني، فاعتقد الحمد لله ده اللي بنعمل، ده اللي الراجل بيتكلم عليه ويعمله فعلا، فاعتقد الحمد لله ان المباراه بالنسبه لنا قدرنا نحسمها بكل تفاصيلها يعني، ولكن نفصل دلوقتي وعندنا مباراه بقى مهمه بالنسبه لنا وبالنسبه لجمهورنا، ان شاء الله نركز فيها ونقدر ان شاء الله نحسمها ان شاء الله في المباراه دي. ده السؤال التالي كابتن سامي، يعني خلاص النهارده الاثنين يعتبر خلاص بين الثلاث، مباراه السبت مباراه مهمه جدا، دور الثمانيه دوري ابطال افريقيا امام الرجاء، شايف المباراه ازاي؟ وهيبقى برنامج الاعداد لها ازاي خاصه خلال الثلاث اربع ايام الفاضلين؟ طبعا مباراه كبيره، واللي مطمنا شويه طبعا وجود الجماهير بالنسبه لنا، عدد زي نفس عدد ماتش الهلال، ادونا قوه جدا وادونا مسؤوليه وادونا دافع طول المباراه، فاعتقد ان شاء الله لو بقى لهم دور كبير معانا اللي هم ساعدونا، وان احنا نقدر نحسم المباراه هنا باذن الله. شكرا كابتن سامي، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. شكرا كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع كابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق عقب فوز النادي الاهلي على سموحه 2-0، كل التوفيق للنادي الاهلي، ودايما اقوى النادي الاهلي في المقدمه، كلمه كابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. كابتن اسامه، زي ما قالوا كابتننا الكبار، فوز مهم وفوز ضروري في توقيت صعب جدا، كنت محتاجه بعد ماتش فاركو، كنت محتاجه بشده قبل ماتش الرجاء. ما فيش شك، اولا مبروك طبعا لجماهير النادي الاهلي والجهاز وكل من ينتمي للنادي الاهلي، فوز كان مهم جدا، ثلاث نقاط كانوا انت محتاج ليهم عشان تبعد وتؤكد ان في مسافه بينك وبين اقرب منافسيك اللي هو فيوتشر، ولسه ليك كمان ماتشين، وانا اعتقد ان شاء الله يعني في الاسابيع الجايه الفارق كمان هيزيد، وان شاء الله الدوري باذن الله هيكون للنادي الاهلي. فكان ثلاث نقط مهمين، الكويس انك انت بتكسب باقل جهد،
يعني الشوط الثاني يمكن النادي الاهلي يمكن كمان اقل من الشوط الاولاني، سموحه ابتدى يدخل في المباراه، ابتدى يستحوذ، ولكن ما فيش خطوره كبيره على مرمى احمد الشناوي عكس مباراه فاركو في الشوط الثاني. ف انت لعبت يعني ببساطه جدا، ولذلك كمان حتى مستر كولر نفسه في الدقيقه 70 نزل رأفت خليل وطاهر مكان بيرسي تاو وكهربا لاحساسه ان المباراه خلاص بقت في ايد النادي الاهلي. يعني هو شايف ان مفيش خطوره كبيره قوي على النادي الاهلي. احمد سامي عمل تغييرات بصديق جولا وبواتنج وزياد طارق، عملوا نشاط شويه في نص الملعب وعملوا كميات جري كويسه، ولكن زي ما قلت لك الخطوره كانت قليله قوي. النادي الاهلي بعد ما جاب هدف كهربا في الدقيقه 66 تحس ان المباراه انتهت للنادي الاهلي، يعني مش ما كانش فيه الخطوره المقلقه، ما كانش فيه الخطوره المقلقه رغم عدم سيطرتك على المباراه بصوره كبيره الشوط الثاني. هي فضلت يعني رايحه جايه المباراه يعني سجال يعني بين الفريقين. شو انا بتكلم على الشوط الثاني، الشوط الاولاني كان الشوط الاولاني انت كان سيطره تامه ليك صحيح. ليهم هجمه او هجمتين خطر اللي الشناوي خبطت في وشه وطلعت، لكن الشوط الثاني بس ده وضع طبيعي وانتوا توقعتوه بين الشوطين. سموحه لازم يخش في اجواء المباراه. طبعا طبيعي، هم خسران واحنا كلنا كنا بناكد على انك انت لو جبت الجول الثاني الامور هتتسهل. فباينة جدا من حتى التغييرات للراجل، نزل رأفت خليل ونزل طاهر ونزل القندوسي ونزل محمد اشرف، وطبعا الطرد اللي ما كناش يعني علاء اتكلم عليه كويس، الطرد ما كناش نتمناه، لازم الشناوي وكابتن الفرقه ياخد باله من الموقف ده، ما كناش نحب انه يحصل ولكن موجود في كره القدم ما بنتعلمش ببلاش. نزل علي لطفي، فالمباراه يعني مش قاعد قلقان يعني. في مباراه ماتش فاركو الشوط الثاني رغم ان احنا كسبانين 2-0 الشوط الاولاني بس كنت قاعد قلقان، في حاسس ان أنا عايز أسألك ان خمس ست فرص على النادي الاهلي ممكن يجوا جوان. النهارده انت مش حاسس خالص. عايز اسالك سؤال يا كابتن بمناسبه الهدوء اللي انت بتتكلم بيه ده، انت وانت مدير فني كنت هادي كده؟ لا طبيعي. لا بص يا ايمن، مدير الفني لا ايمن مدير الفني اكتر واحد بتحرق اعصابه طبعا. استحاله طبعا. ايمن ده قاعده هنا جميله. ايمن بس طبيعي على فكره علي عندنا ولا اي فرقه من اللعيبه؟ ايمن ادي اسامه ايمن مش فرقه الاهلي. ايوه نشوف هيبقى كول ولا مش كول. لا هو يقصد يعني كل ما امكانيات الفرقه اللي معاك بتبقى اعلى بتبقى انت واثق فيهم. لا برضه هتبقى قلقان. لا بس طبعا وخصوصا مع النادي الاهلي. لا يا جماعه لا انت مطالب انك تكسب كل الماتشات. بص لا بس يا ايمن انت مطالب تكسب الماتشات يعني لا مطالب كل الماتشات. اسامه كان هيبقى غير كولر في الوقفه دي يعني ايه؟ لا يا رب طبعا. اسامه يا ايمن الفرقه كانت اسامه عصبي جدا. ايمن ايوه يا كابتن تتهم اسامه. ايوه مين اللي بيقول لك بس انت بتقعد تقول كلام الراجل جميل وكله لذيذ. هو انت ما اصل كلمه عصبي جدا ما هو مانويل جوزيه احسن مدير فني جه في النادي الاهلي كان عصبي جدا. ايوه طيب ما اصل مالهاش دعوه تركيب شخصيته كده. طيب تركيب شخصيته كده. اسمه ايه ده بتاع اتلتيكو مدريد اسمه ايه؟ بقول لك يا اسامه سيميوني هو ومدرب كبير. اسامه انا هريحك يا اسامه. جارديولا نفسه هريحك خليك ازيك اقول لهم قولوا لي مدير فني في عالمي هادي ما بتعصبش في جزء ما حدش لوتي. لا بيتعصب على طول لا في بقه لا في بقه لا يعني هي استحاله لا استحاله والله هي مختلفه من شخصيات لشخصيات ومختلفه من بيئه لبيئه ومختلفه من دوله لدوله. يعني انت هتلاقي المدربين بتوع امريكا الجنوبيه العصبيين جدا فيهم عصبيه وحركه على طول. هتلاقي بتوع البحر المتوسط برضو زي ايطاليا احنا شوي. برضو سخنين شويه. هتلاقي بتوع الشمال او الاوروبي هو اصلا طبيعه الشعب في حياتهم والبروده اللي عندهم بروده الجو انا بتكلم في هدوء هو في هدوء والناحيه الاقتصاديه اللي عايشين فيها وبتاع. هتلاقي بتوع الشمال اللي هو زي الدنمارك والنرويج والمانيا وبتاع هتلاقي طبيعه الناس هاديه يعني ما غير بتوع امريكا الجنوبيه وغير المنطقه الافريقيه والعربيه والبحر المتوسط بالنسبه لنا احنا. فدي موجوده في الكوره. اما انك
بتتكلم على امكانيات فرقه زي النادي الاهلي، طبيعه الحال انك انت معاك فرقه زي النادي الاهلي بامكانياتها الفنيه ديت، بامكانيات اللعيبه الدوليين اللي عندك دول، بالامكانيات الماديه اللي انت بتشتري لعيبه زي ما انت عايز، سواء في 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 الموسم الانتقالي في الاول او في يناير او كده، مش في كل الاحوال ماشي، بس عندك القدره امكانياتك انك تكسب متوفره بدرجه كبيره غير لما بتمسك فرقه قليله. والدليل انك انت هنا في مدربين كانوا هنا واخدين بطولات مع النادي الاهلي راحوا في انديه تانية ما نجحوش، انت او مش ما نجحوش، هو ظروفهم ما حققوش يعني نفس ال مش هيقدر يحقق. انت جريدو لما راح الاسماعيلي كم ماتش مشاكل او ظروفهم، يعني انا بتكلم على ظروفهم السنه دي، الاسماعيلي فرقه كبيره، ولكن لما كان في النادي الاهلي هنا معاه كل الامكانيات كتير الماديه والاعلاميه والجماهيريه والاداره ومنظومه ككل، منظومه كلها طبعًا. فبتساعد هي المشكله المشكله فيها اسامه، يعني مشكله طبعا لا بالعكس لا ما هو سنة واحدة هو النادي الاهلي الجماهير نفسها تسمع النادي الاهلي هو بيصنع مدربين مش العكس طبعًا. عشان كده كلامه تصديق لكلام اسامه، المدرب بيجي النادي الاهلي، النادي الاهلي هو بيصنعه وبيديله اسم، جربه في اي نادي تاني هتلاقي الموضوع انا ممكن اضيف حاجه كمان اتفضل، يصنع المدربين واللاعبين، هو بيصنع مدربين طبعًا. بيدي طبعا قيمه للاعب كبيره جدا لكن هو بيصنع مش صنع صنع يعني كما هو يلمع اللعيب لمع، لكن بيصنع مدرب نجوميه، بص يا ايمن نجوميه اللعيبه، بص يا معلش يا اسامه المدربين انت بتعمل تاريخ لاي مدرب يخش النادي الاهلي، تاريخ والسي في بتاعه بيعلى بطريقه مش طبيعيه حتى لو حقق بطوله، حتى انما اللعيب بيتلمع اللعيب لما يخرج من النادي الاهلي غير لما بيخرج من اي حته، عشان كده بقول لك المدرب المحظوظ تاكيد لكلام اسامه اللي بيروح النادي الاهلي، لان النادي الاهلي بيصنع نجوميه واسم اي مدرب واي لاعب. لا ولا طبعا اقول لك يا هشام، لان انا لما اجيب جول وانا بلعب مع النادي الاهلي غير لما اكون بلعب مع المنصوره مثلا، تلميعه ما انا بقول تلميعه هتلاقي احترام لجميع الفرق مع احترامي، لان الجول اللي بيجيبه بلال او علاء او انا ببطوله بتفضل في الذاكره، ما بيبقاش ماتش عدى وانا بحتفظ ان انا موجود في الدوري، لا دي ناس اتربت، لا وانت ربنا كلنا على البطولات، وانت لعيب في النادي الاهلي وبتجيب جول دي حاجه كبيره ليك لاسمك جول واثنين وثلاثه، خش على اليوتيوب هتلاقيك حفرت لنفسك مع النادي الاهلي واسبابها انك بتلعب في النادي الاهلي قيمه زي طبعا. النادي الاهلي ايمن البطولات يا ايمن عده عوامل موجوده هي اللي بتساعد على البطوله، امكانيه اداره ما بتتدخلش فنيا في شغل المدربين كتير، جماهير اكبر جماهير في افريقيا والوطن العربي ومصر، امكانيات ماديه من اكبر ناديين او ثلاثه في مصر وفي الوطن العربي وفي افريقيا، اعلام عندك منظومه اعلاميه كبيره، كل عوامل النجاح موجوده، فبتساعد اي مدير فني موجود انك انت بتيجي زي السباق ال 100 متر، انت مفروض كل الناس بتقف على خط الصفر عشان توصل ل 100 متر، انت مدير الفني في النادي الاهلي بكل المقاومات دي سابق بال 40 50 خطوه الاول قبل كل الناس، صح. انه اسهل له انه يحقق مع النادي الاهلي، ولما هيروح في حته تانية مهما كان كفاءته على فكره، أيوة طبعا ظروفه انه يحقق بطولات زي موجود المناخ غير المناخ يا كابتن اسامه، طب ما هو ده انا بقوله لك، المناخ غير المناخ، اما انت بتتكلم ان انت احنا في الاستوديو نبقى هادين عن مدير فني مسؤول، طبعا طبيعه الحال لو اي واحد فينا مسؤول عن اي فرقه في الدوري من اول الاهلي لغايه اخر فرقه دلوقتي حرس الحدود غير طبعا ما يتكلم في استوديو تحليلي، طبيعي انك انت المسؤوليه مش واقعه عليك انت، فبتبقى هادي طبعا اكثر هدوءا طبعا، ده طبيعه الحال احنا هنا طبعا والمناخ طبعا وقعدوا بدله وجرافات ومظبط حياتك قوي التكييف شغال طبعا، يعني زي ما علاء بيقول كده احنا قاعدين نشرب حاجات سخنه وساقعه وبنتكلم مع بعض وبناكل في الاستراحه كمان وبناكل في الاستراحه وبنضحك على نكته وبنعمل أيوة. انت في الماتش غرض السؤال ايه؟ ان انا بتكلم على شخصيه المدير الفني، يعني لما حتى لما بتبقى الضغوط جامده جدا عليك انت ممكن تبقى هادي، يعني مثلا طبيعه مستر كولر في كل الاحوال حتى لما في ضغوط جامده جدا عليه
لما بيكون حتى النتيجة مش في صالح النادي الأهلي، الجو العام للمباراة من الكهرباء هو هادي وبطبيعته وأسلوبه، ما خلي بالك ما بيتغيرش أبدا. ماشي، ما هو ممكن يكون طبيعة، أنا قلت لك مستر كولر من سويسرا، من سويسرا، فقلت لك الشمال الأوروبي هتلاقي الأوروبي اللي هم فوق عامة غالبا يعني تلاقيهم أهدى. تعالى للطلاينة مثلا، لا دول هات مدربين الطلاينة هتلاقيهم عصبيين وبتاع، هات مدربين من امريكا الجنوبيه الارجنتين او او البرازيل البرتغاليين البرتغاليين، تعالى مستر مانو جوزيه بيعفر ويرمي الجاكيت ويشتم ويعمل، مفيش ماتش هتلاقيه ويتخانق مع الحكام ويتكلم ويتخانق مع ويخش مع الفرقه الثانيه مع المديرين الفنيين وكلام، وحتى في الاعلام وهو بيصرح. فطبيعه الشخصيه ودي مختلف. الشخصيه ما بتتكونش بس ما بتتكونش بس انت كطبيعتك، انا قلت لك المناخ بتاعك كله، الدوله والبيئه والظروف وبتاع، فهي اختلاف. لا لا، المدير الفني الهادي قوي ده اكفأ، لا ولا لا المدير لا ما استنى بس ما انا هقول لك، ولا المدير اللي هو العصب، لا لا انا خلينا كمل، ولا المدير الفني اللي هو مشدود او كده هو الاكفى، دي ملهاش دعوه خالص طبعا. ممكن واحد مدير فني يفضل هادي كده ومش عارف يتصرف، دي ممكن واحد بيبقى بيتكلم مثلا مع لعيبته او بيوجه او بيزعق مع بتاع بس مركز قوي وعارف هو بيعمل ايه، وممكن العكس ممكن واحد دي تخرجه خالص بره الماتش والتاني الهادي عنده تفكير وعنده قراءه وعنده، فهي ما مش هتعرف تجيب لها بتاع يعني. حتى جارديولا اللي هو واحد من احسن المدربين في العالم دلوقتي برضو في حته برضو اسباني شويه في حته العصبيه سيميوني، لا ده سيميوني ده حاجه ثانيه ماشي، ارجنتيني ما هو انا بقول لك طبيعتهم. بقول لك يا اسامه، ممارسه كره القدم وانت لاعب بيقول لك ليها تاثير؟ بيبقى ايه؟ لا مش شرط يعني، انت يعني مثلا انت وانت لاعب كوره وبعدين بتبقى مدير فني ليها تاثير بيدي العذر للعيبه طبعا بتفكيرك او بعصبيتك في الملعب، ولا غير واحد ما لعبش كوره خالص وبقى مدير فني؟ هل ليها 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 علاقه في الشخصيه يعني ولا في الشخصيه؟ لا يا كابتن علاء، ممكن انت بتكون وريت مواقف ده اللي كان بيحلل مورينيو مورينيو مثلا مورينيو. كان مورينيو ده بقى يعني لعب كوره خفيف قوي يعني وبيحلل وبتاع بس من اعظم المدربين في العالم ووصل لمرحله بس بس خلي بالك قاعده شواذ بس ايوه انا مع بلال مش ضروري يعني بس كان من المدربين العصبيين جدا طبعا يعني بيخانق دبان وشه والراجل اللي قاعد جنبه ما كلموش يروح. مظبوط انا مع بلال يعني مفيش شك زيها زي اي حاجه مهنه التدريب فيها حاجات كتيره جدا دراسه وشخصيه وخبرات وتراكم يعني تراكم حاجات مواقف انت عدت بيك و فكون واحد ما لعبش كوره وينجح فيها دي هتبقى نسبتها اقل من اللي مارسوا كره القدم ده طبيعه صحيح. الحال لانك صحيح. انت عشت المواقف كتيرة جدا سواء في مدربين مررت عليهم بخبرات كبيرة مديرين كورة مواقف ماتشات انت عشتها مثلا في مع منتخب مصر او النادي الاهلي او اي لعيب في اي نادي يعني جماهير فطبيعة الحال اللي مارس واللي بتاع هو اللي هيبقى غالبا انجح اللي هو ما مارسي هتبقى نسبتها قليلة فمورينيو مش معنى كده انه دي قاعده لا دي 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 الشواذ من القاعده استثناءات. دي استثناء واكيد هتلاقيه لعب على مستوى صغير ممكن لعب على مستوى صغير. سامة. اخر حاجه كده عايز اقولها المدرب بتاع باريس سان جيرمان انا مدرب باريس سان جيرمان معايا ميسي ومبابي والمجموعه نيمار وكل الفرقه سكواد غير عادي في كل مركز في 2 3 هايلين انا اتنرفز ازاي يعني طب يعني. طب تعال نروح نسمع مستر كولر قال ايه في المؤتمر الصحفي بعد المباراه. حققنا فوز مستحق وبسيطره كامله. Gratuliere dann für den Sieg, die drei Punkte, ganz wichtige drei Punkte dann für den Wettbewerb und macht den Unterschied mit Future größer. Es freut mich, dass Sie gesagt haben, zugegeben haben, dass Al Ahly heute nicht schön gespielt oder gut gespielt. Ich will Ihre Meinung dann hören, dann über das Verhalten von Shenawy, dass er dann an den Gegner geschlagen hat. Und wird es dann eine Strafe auf ihn
Ja, wir müssen das besprechen noch wegen der Strafe. Ich denke, das wird eine geben. Und ich glaube, es war auch nicht nötig. Er ist Kapitän, er müsste eigentlich Vorbild sein für die Mannschaft. Und das war unnötig aus meiner Sicht. بالنسبة لوجود عقوبة أو مش عقوبة دي لسه هنقعد نتكلم فيها، بس بالنسبة طبعا غالبا هيبقى فيه عقوبة. أنا شايف تصرف ما كانش ليه أي لازمة، وبالذات إن هو كابتن فرقة المفروض يكون قدوة لبقية اللاعبين، تصرف غير مقبول وما كانش ليه أي داعي من وجهة نظري. Das kann ich fragen. Nein. Anscheinend nicht. Dann. خلاص. شكرا. مفيش أسئلة. شكرا. Die Vorbereitung dann für das Raja-Spiel. Ja, jetzt fahren wir nach Hause. هنروح البيت الأول دلوقتي. Und dann ist morgen ist Regeneration und Training. بكرة في هيبقى استشفاء وتمرين للعيبة اللي ما شاركتش. Und dann ist übermorgen ist frei noch und dann sind zwei Tage, wo wir uns dann vorbereiten für dieses Spiel. بعد كده حد يوم راحة وبعد كده يومين هيبقوا عدد المباراة. Sie sprechen immer sehr gut dann über die Fans von Al-Ahli. Was sagen Sie dazu, dass dann im nächsten Spiel auch 52.000 kommen werden? Ja, ich freue mich riesig, dass das bewilligt worden ist und dass das möglich ist, weil es gibt eine unglaubliche Stimmung. Ich möchte die noch mehrmals erleben. Und schön, dass es jetzt für das nächste Spiel auch ein volles Stadion gibt. غير عادية، حضرتها مرة وجربتها وأتمنى إن أنا أحضرها كتير. الماتش الجاي منتظره بشغف، إن أنا أستنى أشوف الجمهور مرة تانية. أجواء بتبقى مختلفة تماما، مستني اليوم ده ومبسوط جدا إن سامي السماح بالساعة الكاملة للإستاد. شكرا. شكرا. عدد من الفوز في عدد مباريات، فالحمد لله إيجابيات كتير. يمكن النهاردة في لعيبة كتير دخلت في جو أجواء المباراة، ولكن زي ما قالوا كابتننا يعني هي بس يعني الحاجه اللي زعلتنا في الاخر هو التصرف بتاع الكابتن محمد شناوي، ولكن ان شاء الله تعدي على خير وتتقفل صفحه ماتش سموحه النهارده، ونبص بقى على الاهم كابتن احمد بلال. الف مبروك كابتن، الحمد لله على السلامه. الحمد لله. ما وصلنا لك. اه والله انت عارف انا مستنيكم ال 11. انا عايز اسال السؤال ده. ايه لك انت؟ وبعدين في كهرباء. ماله الكهرباء ماله؟ يعني اللي بيعملوا كهرباء اخباره ايه؟ يا كابتن ما دخلناش في المحظورات. انت مدخلنا ليه في المحظورات يا كابتن؟ والله يا محظورات. يعني هو حط الكره صح. ايوه صح. حطها صح. يعني النهارده كمان. اه حطها حلو قوي بجد يعني. صح. تمام؟ يعني خدها كويس. هو خد رجل المباراه بالمناسبه. وحطها كويس. لا كهرباء؟ اه انهي مباراه؟ المباراه دي؟ من اللجنه. مع اختيارات اللجنه من الرابط. هي بتبقى في اختيارات كده، غزار كل واحد بيحط صوته او حاجه زي كده. الله. بس المهم يعني كان النهارده شريف وكهربا صحيح هما اللي جابوا الهدفين، ظهروا بمظهر جيد خصوصا محمد شريف. ولكن انا بسالك عن خط هجوم النادي الاهلي النهارده، كان مميز جدا الماتش اللي جاي. لا، وكان ممكن كهربا يحط تاني. مظبوط صح. ايوه اسهل من اللي حطه الاولاني. اللي ما حطوش الاول. لا اللي اسهل من الجول الاولاني. الكره الاولانيه يا كابتن اللي جات له من اليو ديانج وحطها الاولانيه. ما ده انا بقول لك ممكن يحط يعني دي ما جاتش. دي كان يعني بص كان ممكن يعني يحطها احسن من كده. يعني اصح من كده. اسهل من كده. اسهل من كده. فيبقى جول حلو، وكان جول ملعوب بشكل حلو قوي 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 قوي. لكن هو يعني كعاده كهربا هو موفق الفتره اللي فاتت دي، موفق بشكل كبير جدا جدا، ودي حاجه المدير الفني بيحبها. برافو عليك. يعني النهارده مثلا ايه، انا بفضل مستني لعيب موفق الفتره دي بتاعته، ده البيك بتاعه، انا سايبه في الملعب هيجيب جول، مسيره يجيب جول. هيجيب جول ازاي بقى؟ خلاص مش يعني مش يعني حتى لو مش في حالته. حتى لو مش في حالته النهارده يعني كابتن علي كابون يعني مش هو المان اوف ذا ماتش حتى من وجهه نظرنا كلنا، تاخد بالك؟ لكنه عنده حاله من التوفيق. تمام. مظبوط. عنده حاله كبيره من التوفيق. مزبوط. فعشان كده المدير الفني بيحاول يلعب. لا بيحاول يسيبه لاكبر مزبوط. فتره او لاكتر اكبر وقت ممكن الملعب. في الملعب، بحيث انه ممكن واحده يعني النهارده الجول ده
يعني ما تفهموش ازاي واخد بالك التوفيق الكره في رجل هاني وبعدين تروح لهو فيعمل كده يحط الكره في الزاويه البعيده تيجي جول فده التوفيق وضيع عسل منه في بدايه المباراه الكره اللي اسهل منها ضيعها حتى الكره اتلعبت بالعرض من بيرسي تاو برغم انه يعني في شك ان هي تسلل بس برده كانت ممكن تتحط وتيجي جول يعني في فرص كتيره حلوه بس الميزه في كهربا انه بيختار الاماكن الصح الاماكن اللي ممكن تساعده انه يسجل اهداف دي الحقيقه ميزه كبيره جدا جدا عشان ما نتكلمش في حته التوفيق ونسيب الحته الثانيه المهمه جدا هي تحرك اللعيب ما هو تحرك اللعيب هو اللي بيخلق الفرصه صح. انا بتحرك في المكان الصح فبالتالي بيتخلق لي فرصه مباراه وعدت الكباتن اتكلموا عليها تمام وخلاص انت كسبت الماتش فعملت اللي انت عايزه ليست بروفا للمباراه اللي جايه لان الفريق مختلف الكواليتي مختلفه الامكانيات مختلفه الوضع مختلف صح. البطوله نفسها مختلفه تمام وضعك انت كمان في البطوله مختلف فبالتالي انت مباراه غير مباراه تماما انت خرجت من المباراه دي من وجهه نظر الشخصيه انت 100% خلاص انت كسبان انت مش عايز حاجه انت مش عايز حاجه من الماتش غير انك تكسب وده اللي انت نجحت انك تحققه النهارده في مباراه كانت من وجهه نظري يعني مباراه ما فيهاش كوره حلوه كتير يعني مباراه متلعبكه كتير جدا جدا فالنهارده مبروك للاهلي الماتش ده الماتش الجاي طبعا ماتش صعب معانا الكهرباء بالجايزه والزار محمد شريف كان رايح ياخدها منه ده علي لطفي دوش لا قبلها كان محمد شريف والله يعني هو كهرباء خد المان اوف ذا ماتش هتشوف دلوقتي محمد شريف هو لا حق ولا ايه والله يمكن يقسموها كابتن لما تيجي تسالنا على احسن لعيب نبقى نقول لك ما تقوليش اربعه هقول لك بس اتفضل يا كابتن بلال كل هم كلهم بيتصوروا مع كهرباء فمباراه يا كابتن اللي جاي مباراه صعبه طبعا اكيد يعني على كل المستويات طبعا فريق مختلف وقدرات مختلفه امكانياته في الوقت يعني في الوقت الحالي مع في الدوري المغربي هو تقريبا الرابع اعتقد او الخامس اعتقد يعني برضو الفروقات مش كبيره خد بالك كانه خمسه بس لو ما تبص على جدول الترتيب هتلاقيه 35 والفرقه اللي قدامه يعني مش كبيره قوي يعني ممكن يبقى ثالث رابع يفنش يعني وممكن يبقى تركيزه خد بالك ممكن يبقى تركيزه في بطوله افريقيا برضو لانه ممكن مهمه جدا بالنسبه له اهم من الدوري العام ولكن على كل المستويات هو فريق جاي يعني الفرق المغربيه تطورت بشكل كبير جدا جدا كتكتيك في الفتره اللي فاتت ده يا كابتن يعني الفرق لا يستهان بيها تقدر تلعب كره مميزه اعتقد هم ممكن يبقوا اكثر تنظيما من بعض الفرق المصريه اللي انت بتلعبها فالمباراه هتبقى مختلفه شويه والمباراه على ملعبك خد بالك افريقيا خلي بالك مختلفه خد بالك في نقطه مهمه جدا يا كابتن عيني المباريات لما بتبقى المباريات الذهاب على ملعبك انت بتبقى مختلفه شويه لانه الفرقه الثانيه عندها امكانيه ان هي تنزل تدافع وتغير من سلوكها وادائها وطريقه لعبها في مباراه الذهاب لان انت لسه برضو انت لسه في افريقيا ماشي بنظام التعادل يعني الاهداف في حاله التعادل فده يخلي الماتش يصعبه شويه يصعبه لانك عايز تكسب لعيبه النادي الاهلي مع مؤمن زكريا كابتن بعد المباراه لقطه جميله انا شفت مؤمن كمان على الدكه ما هو من ضمن يعني المسؤولين في النادي شفته يعني ضمن الجهاز يعني فحاجه جميله لعيبه النادي الاهلي مع مؤمن زكريا يعني ربنا يعافيه ويعفى عنه يا رب يا رب يا رب ان شاء الله هو يعني بني ادم جميل جدا جدا وكان لاعب جميل وكان لاعب مهم جدا صحيح. جدا جدا ربنا يعافيه ويعفى عنه يا رب ويديله الصحه يا رب ان شاء الله ان شاء الله ربنا فعايز اقول لك يا كابتن ايمن الماتش اللي على ملعبك بيبقى صعب الحاجتين اولا الفريق اللي جاي يلعبك بيبقى فريق في الغالب بيلعب كاونتر اتاك ودي مشكله كبيره بالنسبه لك لان انت بتبقى عايز من بدايه المباراه انك تهاجم ما بتلعبش مباراه فيها توازن دايما مباراه الذهاب مباراه لصاحب الارض مباراه فيها اندفاع شويه في الحته الهجوميه فانت هيبقى عندك اندفاعات تمام فرقه الرجاء هل هو عنده لعيبه بتلعب على الكاونتر اتاك كويس عندهم سرعات في الحته اللي قدام عنده سرعات في الحته اللي قدام طب دي النقطه الثانيه انت مش بس بتبقى محتاج انك تسجل هدف انت بتبقى محتاج تسجل هدف والتاني عشان مباراه الذهاب انت برضو ستيل في افريقيا ما زال عندك مشكله التحكيم النقطه الاصعب من كده ان انت ما عندكش فار في دور الثمانيه ودي مشكله كبيره جدا 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 فانت ممكن تروح هناك لا قدر الله واحده من بره ال 18 واحده في ايده وما تتحسبش ليك واحده في ايدك تتحسب مش في ايدك اصلا تتحسب ليه التسلل مش واضح فما يتحسبش تسلل واضح عندك يعني فيها تفاصيل كتيره في دور الثمانيه تمام في تفاصيل كتيره تمام طالما ما فيش وجود فار في دور الثمانيه اذا ممكن يقع عليك ظلم خاصه في مباراه الاياب فدي نقطة لازم اللعيبة برضو والمدير الفني ياخد باله منها يحطها في حسابه، فأنت النهاردة عندك مباراة هنا في القاهرة
مباراه صعبه جدا، ولكن الاهلي هل هو قادر؟ الاهلي قادر ان شاء الله. الاهلي عنده يعني حته المكسب بقت موجوده وبشكل حلو، يعني انت بتكسب بقالك 6 7 مباريات بشكل كبير، 3-0 كل ماتش. ممكن انك انت تعرض لبعض الفرص، وده وضع طبيعي انك انت اكيد هيجي عليك فرص. انت مش طبيعي انك تطلع من المباراه وانت ما فيش عليك ولا فرصه، انت ما بتلعبش نفسك برضو، انت اكيد بتلعب فرقه وعندها امكانيات وعندها لعيبه وعندها مديرين فنيين وعندها لعيبه عندها امكانيات وكواليتي، برضو ممكن تكون بعض اللعيبه عندها كواليتي عاليه، فاكيد هيجي عليك فرص، وضع طبيعي. لكن ازاي تتعامل مع الفرص اللي عليك، وازاي تتعامل مع الفرص اللي ليك في مباراه النوك اوت؟ دي مهمه جدا يا كابتن ايمن، يعني مفيش تعويض بمعنى اصح. بص، هو دور المجموعات ما كانش فيه فار، انما في البطوله الافريقيه بدايه، انا اعتقد في الدور قبل النهائي، لا من دور الثمانيه. طب حلو، ده كويس. بعد دور المجموعات على طول في فار، كان إن شاء الله. اعتقد اللي فاتت ما كانش فيه لا في دور المجموعات ما فيش، ممكن يعني بلال صعب قوي في النوك اوت ما فيش. لا طبعا ده نوك اوت. وبعدين ايه، ده لسه كابتن عاملينها السنه اللي فاتت. لا انا معاك متذكر بصراحه. لا بس انا يعني معاك، بس كابتن ده الفاينل السنه اللي قبل اللي فاتت كان الفار متعطل. حصل تعطيل يعني. طيب يعني خلينا، ده حصل تعطيل. طيب نروح نشوف يعني بيحصل ولا ما بيحصلش. نروح نشوف زميلنا محمد توفيق مره ثانيه، ولقاء مع الكابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سموحه. من جديد بتواصل معاك كابتن ايمن، تحيات لحضرتك وضيوف الكرام، جميع مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. معاكم انتهى مباراه الاهلي وسموحه، معانا كابتن احمد سامي المدير الفني لسموحه. كابتن احمد، يعني النهارده مباراه كبيره لعبتوها، ولكن النادي الاهلي تفوق 2-0 النهارده، يعني تقييمك للمباراه وشفت المباراه ازاي النهارده؟ بقول للكابتن ايمن شوقي كل سنه طيب، وحشني. مبروك النادي الاهلي. طبعا في فرق في الامكانيات، حاولنا بشكل كبير جدا. طبعا احنا بنحاول بشكل كبير جدا نعدي المرحله دي في سموحه، هيبقى في السنه الجايه هنبان بشكل مختلف. طبعا الفرقه الماتش ده ماتش بالنسبه لي، يعني بالنسبه لي ماتش كان كنا بنحاول ناخد نقطه، ولو كنا صعبنا الامور اكتر، لكن هو في بعض المواقف ما كانش عندنا الشخصيه القويه اللي انت تقدر ترجع للماتش. الكوره بتاعت محمد شريف طبعا هي قدرات فرديه وسوء تمركز مننا، برضو القصه بتاعت كهربا في وسط اربعه ودربكه، هو طبعا القدرات الفرديه حسبت الموضوع. لكن الفرقه عندي عملوا ماتش كويس، انا بشكر اللعيبه على قد ما قدروا، وفي الاخر يعني مبروك النادي الاهلي. حضرتك اكيد متابع واحد ابناء النادي الاهلي، ومتابع يعني النادي الاهلي وضغط المباريات، فاركو 48 ساعه سموحه، بعد كده عندنا الرجاء المغربي في دوري ابطال افريقيا. شايف فرص النادي الاهلي ازاي، وتقييمك للموقف بشكل عام ازاي، خاصه في ظل ضغط المباريات الكبير ده؟ ايه الجديد؟ ما هو النادي الاهلي يعني ايه الجديد؟ ما هو النادي الاهلي طبعا هي فرقه كبيره وداخله في كل البطولات، لازم تبقى مضغوطه، ده الطبيعي. عندها لعيبه كتير جدا تقدر بشكل كبير جدا تواصل في كل البطولات. يعني الضغط ده طبيعي. الناس بتقول ضغط، لا الضغط ده طبيعي، لان النادي الاهلي داخل في كل البطولات، ما هو ازاي مش هيبقى فيه ضغط يعني. لكن طبعا ماتش الرجاء بالنسبه للنادي الاهلي ماتش مهم جدا، عشان تبقى خطوه كبيره انه يوصل للنهائي. وانا شايف بشكل كبير جدا ان الاهلي ممكن يقدر باذن الله، بعد طبعا التعثر في مجموعات في الاول، واحنا كانت كل الناس كانت بتراهن لو عدى الكبوه بتاعت المجموعات دي ممكن يقدر يواصل بشكل كبير جدا. جمهور النادي الاهلي، وانت احد اللاعبين اللي لعبت امام جمهور النادي الاهلي، رايك فيه خاصه في المباريات الافريقيه والمؤازره الكبيره لفريق النادي الاهلي؟ هو جمهور الاهلي هو نمره واحد، يعني في ورا النادي الاهلي هو بيديهم باور بشكل كبير جدا، حتى لو في اسوء حالات نادي الاهلي جمهور النادي الاهلي بيديهم دفعه قويه جدا. شكرا كابتن، لك توفيق في اللي جاي ان شاء الله. شكرا كابتن ايمن، انطلق لقائنا مع كابتن احمد سامي المدير الفني لفريق سموحه، عقب انتهاء مباراه الاهلي وسموحه وفوز النادي الاهلي 2-0 والوصول للنت 53 والتربع على عرش مسابقه الدوري الممتاز. الكلمه كابتن ايمن، اتفضل. شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق، وزي ما قال الكابتن احمد سامي، كابتن احمد سامي ابن من ابناء النادي الاهلي، وقال لك الاهلي فريق كبير، الاهلي ان شاء الله قادر ان هو يوصل لنهائي بطوله افريقيا، وان شاء الله قادر انه يحصل عليها، وان شاء الله كل الدعم طبعا من جماهير النادي الاهلي كالعاده، اللي هي صاحبه الفضل بعد ربنا. ان شاء الله الماتش اللي جاي ماتش رجاء ماتش صعب جدا، ماتش ان شاء الله هنعديه بتوفيق الله وفضله وبجماهير النادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله نكمل لحد الفاينل وناخد البطوله السنه دي وتبقى ال11 ان شاء الله. زي ما اتكلمنا من فتره او من قبل المباراه على الدورات الرمضانيه، تعالوا نروح سريعا نشوف تقرير عن الدوره الرمضانيه لعائله الاهلي باهلي الشيخ زايد، ونرجع لحضراتكم مره اخرى.
اول حاجه بالنسبه للدوره، احنا كان عندنا يعني عمرين مختلفين. اول عمر كان تحت 30 سنه وشارك فيه 7 فرق، وكان عندنا العمر اللي فوق ال 30 سنه ده كان كبار، يعني كان عندنا عمرين، عمر شباب وعمر كبار. شارك معانا 14 فريق، سبعه كبار وسبعه شباب. يعني كانت بطوله محترمه، ظهر فيها في الشباب كان فيه لعيبه محترمه جدا، الكبار الناس كانت مبسوطه جدا، الناس دايما بتتمنى، يعني كان من كتر ما البطوله كانت محترمه بتتمنى اننا ان احنا نكررها، ما تبقاش كل رمضان، تبقى موجوده باستمرار معانا. الحكام بصراحه كان على مستوى، احنا كان معانا حكام دوليين موجودين هنا، موجودين معانا في البطوله. والله بص، هو من كتر مستوى كنا عايزين مستر كولر يجي. لا مستوى عالي قوي بصراحه، اتبهرنا، اداء عالي، حماس، ما كنتش مصدق الناس واخدها بجد قوي كده، جد جدا، فلدرجه ان احنا حتى كنا لسه النهارده بعد الفطار بنحط مين احسن لعيب ومين احسن حارس مرمى. شايف اللجنه عمالين بيتخانقوا مع بعض، يعني الحماس حتى اتنقلنا في الاختيار مين من كتر المستوى ما هو عالي. بس في الاخر الحمد لله احنا اللي يهمنا ان كله سواء كسبان او خسران او خسر البطوله كله خارج مبسوط، هو ده الاهم بالنسبه لنا. والله اجواء البطوله جميله جدا، فرق قويه جدا، في 7 فرق كلها ما شاء الله لعيبه قويه، تنظيم هايل بصراحه من اداره النادي ومن المنظمين، بطوله خاليه من المشاكل خالص، كلها كوره ومنافسه قويه جدا بصراحه. الماتشات كلها صعبه، حد اخر يوم في تنافس، دوره جميله بصراحه جدا، وانبسطنا ان هي اتلعبت اول سنه ليها هنا في الشيخ زايد، ودي حاجه جميله وان شاء الله تتكرر على طول بنفس المستوى ده. احنا بنشكر النادي واللجنه العليا ولجنه الشباب، الناس يعني ما عملت كل مجهود وساعدونا في كل حاجه، وكانوا نعمل الدعم والعون. حاولنا ننظم البطوله، الناس ما شاء الله راضي عنها كلها، وفرنا فيها كل حاجه من حيث اللي هو الحكام جاي اعلى مستوى، درجه اولى تحكيم، نفس الكلام اللي هو الجوائز، الفاسيلتيز كلها كانت متوفره. احنا بنشكرهم على الدعم ده، وان شاء الله ما تتكرر باذن الله. يمكن اجواء رمضانيه كويسه جدا، دي اول سنه تتعمل البطوله هنا في الشيخ زايد، يمكن مشاركه اكتر من 140 لعيب و14 فرقه مختلف الاعمار. يمكن احنا عندنا الاعمار بدانا من اول 14 سنه او 10 سنين لحد فوق ال 30 سنه. اجواء كانت جميله جدا هنا في الشيخ زايد. احنا يعني فضل ربنا اولا، ثم الناس اللي محترمه اللي شاركت في البطوله كلها. بشكر طبعا الاداره التنفيذيه في المجهود المبذول على نجاح البطوله، بشكر طبعا رجال الامن اللي عندي اللي عملوا مجهود كبير جدا، بشكر اداره الخدمات كل ما هو ساهم وتعب معانا في نجاح البطوله. الحمد لله البطوله عدت على خير، بطوله جميله في اجواء جميله، شهر رمضان الكريم، الحمد لله رب العالمين. جميع الفرق كانت بصراحه عامله مجهود كويس، نشكر اللجنه طبعا العليا برئاسه الاستاذ وليد مبروك وجميع اعضاء اللجنه المنظمه. يعني الاول الحمد لله كان هيك البطوله كويسه واتعملت في وقت قصير، وبشكر المنظمين عليها طبعا، واجتهدنا وربنا كرمنا بالمركز الاول، وهي بتتعمل كل سنه، وان شاء الله السنه الجايه يبقى الاعداد ازيد وينضم معانا اهل الجزيره واهل مدينه نصر، وتبقى الاعداد ازيد وان شاء الله تبقى اقوى واقوى، ونتمنى الافضل ان شاء الله باذن الله. البطوله الحمد لله رب العالمين كانت بطوله موفقه جدا على ارض ملاعب اهلي الشيخ زايد، كان بينورنا اكتر من فريق، وطبعا كان فيهم نجوم كانوا بيلعبوا دوري ممتاز او فرق درجه اولى، وكان لعيبه محترمه شرفنا بوجودهم. كان في فريق توفيق ده كان المرشح الاول للبطوله من قبل ما يجي في فرع الجزيره، هو كان فريق معروف بقوته وامكانياته، وكان عندنا هنا منتخب العالم، وكان عندنا هنا التانجو، وكان عندنا هنا المدفعجيه. عملنا بطوله على ارض ملاعب الشيخ زايد، ارض المستقبل، بطوله قويه، بطوله كانت تحت قياده اللي هو ناصر ابو زيد واللي هو يحيى اباظه ورجال الامن بتوعهم المحترمين اللي كانوا سندنا في كل المواقف المهمه، واللي بنشكرهم وبندعمهم، وبنتمنى يا رب ان يكون دايما ملاعب اهل الشيخ زايد بتستقبل الضيوف كده، اهل اخواتنا وحبايبنا اللي بيجوا من مدينه نصر ومن الجزيره اللي دايما بينورونا، وتكون اضافه لاهلي الشيخ زايد، اهلي المستقبل. اصعب ماتش كان ماتش توفيق طبعا، وكلهم سن كبير علينا بالذات، بس ده مش يعني مش اكسكيوز لينا ان احنا نقول ان هم فريق يعني كسبونا كده، لا هم كسبونا بالكوره ولعبوا كوره حلوه قوي، بس احنا برده فخورين بالسلم اللي احنا عملناه والحمد لله يعني على كل حاجه. اكتر ماتش كان صعب، احنا كان عندنا اصعب ماتشين الصراحه، ماتش خسرناه كان بتاع فرقه التوفيق اللي اخذت البطوله، طبعا كان في شويه غلطات من الحكام السبب اللي هي خدت مننا الماتش، وغير كده طرد زيزو طبعا هو كان اكبر سبب ان احنا الماتش اتاخد مننا، وماتش جنرس طبعا كان ماتش صعب وكنا متعادلين.
في اخر دقيقه جاب الجون وكسبنا الحمد لله الماتش ده. هم دول كانوا اصعب ماتشين والباقي الحمد لله عدينا منهم وطلعنا المركز الثاني. جانا لكم مره ثانيه يا اعزائي المشاهدين كابتن شريف سريعا ماتش الرجاء. ماتش الرجاء لو تفتكر لما جت دوري المجموعات في القرعه انا قلت الرجاء انا قلت لك هتقع في الرجاء وتمنيت الرجاء انا. وعلى الورق او على التفاصيل اللي هي بتحصل اليومين دول في الدوري المغربي الرجاء بعيد عن الوداد 10 نقاط وبعيد عن الاول 15 في المركز الخامس وبعيد عن الاول 15 نقطة. اذا اعتقد ان الخبرات الافريقيه بالنسبه للرجاء مش هتبقى بحد النادي الاهلي او بقيه الفرق الثمانيه الموجوده استثناء سيمبا طبعا. صحيح. يعني ده اللي مش هيبقى موجود. فاحنا بنتمنى يوم السبت باذن الله روح النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي مع جماهير النادي الاهلي على وعد وعلى ميعاد ان هم يحققوا نتيجه كبيره جدا تسهل عليهم اللقاء الثاني هناك. واللقاء الاول هيبقى بمثابه اول شوط. صحيح. مهما حصلت النتيجه كابتن برافو عليك. صح. اول شوط ان شاء الله حصل اللي حصل فيه الحسني هناك ثاني شوط احنا متعودين. صحيح. متعودين نلعب هنا كويس ونلعب بره كويس ان شاء الله. فبالتوفيق ان شاء الله. رجل مباراه اليوم كابتن شريف بالمره اعتقد محمد شريف يعني محمد شريف. عمل هدف حلو قوي يعني ويديله الثقه في بقيه المشوار اللي جاي باذن الله. مباراه الرجاء واهميتها ورجل بغض النظر عن ترتيب الرجاء في الدوري المغربي ما يخصنيش بالمره. صحيح. بالعكس ده هيخليه مركز في البطوله الافريقيه. مزبوط. البطوله الافريقيه لان هو كمان بعيد وفعلا كده مركز فعلا وانا كمان بعيد عن حته ان هو من الثلاثه او الاثنين في الاول الدوري هو بعيد خلاص وموضوع الدوري ده نهي تماما. عشان كده المباراه صعوبتها من هنا ايمن فريق. مزبوط. مركز في البطوله الافريقيه مركز ان هو يلعب سيد افريقيا اللي هو النادي الاهلي عشان كده المباراه صعبه جدا 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 في اول. صح. جوله هنا. صح. في القاهره تبقى صعبه جدا وعارف بيلعب مين وعارف هيلعب ازاي وطريقته ازاي. وما ننساش حاجه مهمه جدا فرق شمال افريقيا بتعرف تلعب. مزبوط. مع الفرق العربيه كويس جدا جدا جدا. اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي بوجود جماهيره العظيمه ان شاء الله وتبقى اول جوله ان شاء الله في القاهره هنا نتيجه مريحه تخليك تروح ان شاء الله المغرب وانت في حاله كويسه يا رب ان شاء الله. احسن لعيب في مباراه النهارده بين قوسين مجامله ما كانش في حد فاز قوي محمد شريف. طبعا اكيد يعني كابتن اسامه ماتش الرجاء واهميته للنادي الاهلي طبعا واهميته للرجاء طبعا كمان ماتش صعب جدا رؤيتك تفني ماتش الرجاء سريعا. ماتش صعب مفيش شك الجمهورين هيبقى ليهم عامل كبير. هنا في 52,000 متفرج وهناك برضو الملعب بيتملي. هنا في 50 للاهلي و2000 للرجاء. زي ما كابتن شريف قال الماتش مش هيخلص من مباراه واحده ماتش مباراتين او شوطين. فرقه الرجاء يمكن ماشيه الخامس في الدوري حتى عدد الاهداف اللي جايبينها 25 وعليهم 20 نتائجهم يعني مش عاليه 35 بونت الاول الجيش الملكي 50 بونت لكن عندهم لعيبه مميزين جدا. صحيح. اخر ماتش لعبوه قدام السوالم وتعادلوا 0-0 تعادلوا وفي ماتش طبعا الديربي لعبوه مع الوداد قبليها ب 10 ايام تعادلوا 2-2 بس لما تشوف التشكيلين يا ايمن في بتاع 8 متغيرين. صحيح. عشان كده مش التشكيل الاخير ده اللي هيلعب اعتقد اللي هو التشكيل اللي معظمه كان في ماتش الرجاء. صحيح. دي مباراه خاصه ملهاش دعوه بنتائج الدوري. صحيح. فالمباراه صعبه هم عندهم لعيبه مميزين النادي الاهلي عنده خبرات كبيره فان شاء الله نتمنى ان المباراه هنا تطلع مكسب بعدم دخول جون في مرمانا ان شاء الله. ان شاء الله فالتوفيق يكون لينا ان شاء الله. ورجل المباراة اليوم رجل المباراة انا اتنين كانوا عاجبيني النهارده شريف وانت ليه تقول ليه مروان عطيه لكن انا هديها لمحمد شريف لانه جاب جون حلو قوي وكان متحرك النهارده. انا نفسي اقول رجل المباراة كلمت عن ماتش الرجاء رجل المباراة اليوم بس نقطه بس مهمه في ماتش الرجاء حتى لو ما سجلتش اهداف هنا ما تستقبلش اهداف. برافو عليك. صح. تمام. حتى لو لا قدر الله ما كسبتش مهمة جدا. ما تستقبلش اهداف. مزبوط. لان معنى ان انت ما تستقبلش اهداف هنا يبقى عندك فرصه يعني عندك فرص. يعني طبعا فرص كبيره جدا جدا جدا. مزبوط. انك تحسم اللقاء حتى برضه لو بالتعادل الايجابي هناك. صحيح. دي رقم واحد. رقم اثنين في طبعا شريف النهارده جيد جدا وشايف محمد هاني برضه عمل مباراه جيده بالنسبه. صحيح. انا من وجهه نظري معاكم محمد شريف من وجهه نظرنا هو رجل مباراة اليوم. نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالة التحكيمية. انتظرونا.